ضمن الحملة الانتخابية التي يقوم بها رئيس مجلس بلدة عمر المجاورة لتل السبع بيني باداش، أعلن لسكان بلدته أنه سيقوم بترحيل 4 قرى عربية تسكنها مئات العائلات البدوية في النقب. أنا سمعت البرنامج، هذا برنامج مجرم. الناس كانوا في محل قبل عمر، قبل اليهود، هذا محلهم، هذا أراضيهم، ولازم يكون حال، لازم يكون حال عادل مع حقوق للشعائر، مع حقوق الإنسان، وهذا ممكن يعني. بيني باداش بده يسمعوا عليه قبل الانتخابات، يسمعوا عليه في أخبار، في تلفزيون. هذا برنامج عاطل، وأنا ضد البرنامج، كتير ناس ضد. هذا المخطط التهجيري يأتي ضمن مساعي الرئيس الليكودي لتنفيذ برنامج ترحيل المواطنين العرب، كما كان الأمر مع عشيرة ترابين الصانع. سياسة بيني باداش مبنية على العنصرية للبدو، شعبيته تزداد كلما ازداد عنصريته باتجاهنا. كما ترون قام بهدم بيتنا من خلفي، لكننا سنكون له بالمرصاد إن شاء الله، ولن نترك أرضنا بأي طريقة إن كانت. بدورنا قمنا بالتوجه إلى باداش لتلقي رده على حملته العنصرية، إلا أنه رفض التعقيب لقناة مساواة دون إبداء الأسباب.